مارغريت هو اسم الشخصية اللي راح تجسدها حياة الفهد في مسلسلها الجديد اللي بيحمل نفس الاسم واللي حينعرض في رمضان 2021 بحسب ما أعلنت الصحيفة الرسمية لحياة الفهد على إنستغرام اللي نشرت قبل يومين البوستر السينجل للشخصية. وبتظهر حياة الفهد كسيدة إنجليزية راقية، ورجعت الصفحة نشرت أمس بوستر الشخصية حسن البلام اللي بيقدمها بالمسلسل، والواضح إنه بيقدم دور شخصية عربية خليجية. مسلسل مارغريت من تأليف محمد وعلي شمس وإشراف عام وتنفيذ الدراما الخليجية للإنتاج يوسف الغيث، ومن إخراج باسل الخطيب اللي أخرج مسلسل أسد الجزيرة من قبل. ومارغريت هو العمل اللي حتقدمه حياة الفهد في موسم رمضان 2021 بدل مسلسل عرش الطاووس اللي خبرناكم عن تفاصيله من قبل. ومسلسل مارغريت حيتم تصويره في البحرين، ورح يجمع بين الدراما وكوميديا الموقف، وضمن إطار قصة درامية جميلة عن مدرسة لغة إنجليزية جت إلى الخليج واستقرت في أكثر من 50 سنة، وتزوجت من شخصية خليجية وعندها أبناء، كل واحد منهم عنده قصة وبيعيش مواقف مختلفة. أما بالنسبة لقرار تأجيل مسلسل عرش الطاووس، فده بيرجع للظروف الصحية طبعا الصعبة في عدة دول أوروبية كانوا المفروض يصوروا فيها، ولكن في النهاية ما كانش قدام صناع العمل غير أنهم يأجلوا المسلسل لبعد رمضان، على أمل أن الأوضاع الصحية وكمان السياسية تكون أفضل. بس بكل الأحوال مسلسل مارغريت لا يقل أهمية عن مسلسل عرش الطاووس، إن كان من ناحية القصة المختلفة أو حتى أيضا من ناحية الإنتاج ومن ناحية كل الجوانب. فمارغريت اللي بتقدمها حياة الفهد في المسلسل حتكون مختلفة وجديدة من كل النواحي، حتى أيضا من ناحية أزيائها وشكلها. هذا غير أنه مسلسل راح يجمع أبرز نجوم الدراما الخليجية إلى جانب حياة الفهد، مثل حسن البلام، سعاد علي، نور الشيخ، حمد العماني، بشار الشطي، ليال دهراب، خالد الشاعر، نواف النجم، وزينب غازي. وعلى فكرة معنى اسم مارغريت في اللغة اليونانية هو اللؤلؤة،